السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة فوق شوية. إخواني أخواتي، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو اليوم غادي نتكلموا على موضوع التفاهة، غادي نتكلموا على الفضيحة بقلاقل كيف ما كان قولوا الفضيحة وشوها اللي ما بقيناش راضيين براسنا أمام هاد الناس هادو اللي ولوا كيوسخوا الصورة ديال المرأة المغربية ودولتنا المملكة المغربية الشريفة، ولوا تيوسخوا هاد الموسخات فين ما كاينه شي مسخه، فين ما كاينه شي جلاخه كتنوض تحل قناه في اليوتيوب وكتنوض دير لينا الشوهه وتعرض المفاتن ديالها وتسكر امام العالم وتقرقب وتحشش، يعني الفضيحه، وكيعطيو واحد الصوره على المراه المغربيه، كيتسببوا لنا فضائح. فاليوم تحركوا جمعيات ضد ندى الحسي، ضد الزوج ديالها ندى منيزاريطا، وضد حريوده القريوده، وضد هيام ستار. هاد الاربعه الاشخاص جابوا الربحه كيف ما كنقولوا، جابوا الربحه وغادي يمشيو فين يترباو، على الاقل يتم الردع ديالهم من طرف القضاء المغربي، لانه حنا اليوم ماشي في الزريبه وماشي في الحديقه ونديروا اللي بغينا واللي قالنا راسنا، ونسكروا قدام الناس ونتحشوا الفلوس اللي يعطيهم المحسنين، نمشيو حنا نسكروا بهم ونتحشوا بهم. هادشي راه لا يعقل، لا يعقل هادشي اللي ولينا كنشوفوا فيه. اليوتيوب المغربي اصبح للدعاره وللفساد، فين ما كان شي صلقوطه شي مسخه شي ملقطه كتجي كتحل قناه في اليوتيوب وكتكلم بشي كلام ساقط، كلام دون المستوى، كتوصل واحد الميساج اللي هو فساد في فساد. فالمصيبه الاكبر هو انهم كلهم عندهم وليداتهم، هيام ستار عندها وليداتها، الحيسه الشمكار عندها بنتها، كلهم عندهم الوليدات ديالهم، يعني هادو امهات فاسدات. كيطلع لنا حنا هاد الولد ولا هاد البنت اللي كيسمعوا امهم كتخسر الهضره امام العالم امام الجمهور المغربي، يعني وما كتخافش وما كتحشم من حتى شي حاجه، يعني الولد ديالها ولا البنت ديالها راه غيخرجوا كفاس منها. فهذيك فالام مدرسه، فالام مدرسه، الى صلحات صلحوا الوليدات، والى فسدات فسدوا الوليدات، والى تفسدوا لينا الوليدات فراه كيفسد لينا المجتمع. فلهذا خاص السلطات المعنيه تحرك، والحمد لله اننا كنشوفوا المنظمه الحقوقيه لحقوق الانسان، فناضت الحمد لله السي ادريس الله يجازيه بخير، ناض حتى هويا في هذا الموضوع هذا، واقف فيه بكل الجهد اللي عطاه الله الحمد لله. والسيده البقالي الله يذكرها بخير، صراحه اللي صعروا هذه السيده، عيات مسكينه ما تدير مزيان، وعيات ما تبغي ترد ليهم في العقل ديالهم، عيات ما تتكلم معاهم، ولكن بحال كتكب الماء على الرمله. يعني هاد جوج خياتي اولا هاد الرباعه ديال الصبيصات، هاد الفاسقات هاد الفاسدات اللي ولفوا الفساد وجاهم زوين وعجبهم الحال، واللي كيتمتعوا برزق ديال الناس، لانه هاد الفلوس هادو اللي تيجنيو هاد اليوتيوب يعني ما تعبوا فيهم، ما خدموا عليهم، ما سهروا فيهم، ما حتى شي حاجه، غا كتصور لينا المؤخرات ديالها وتشطحوا التركوز، وهي هنا هي هنا والفلوس داخله وماشي مشكل. ما هي صحفيه؟ ما هي كتبحث وتجيب مواضيع هادفه وتحطهم وتعب عليهم وتحس براسها راه كتجيب الفلوس بعرق الجبين ديالها؟ فهادي غا كتشطح وغا كتصور لنا في المؤخرات ديالها وداخلين الفلوس، وعاد زيد الفلوس ديال المحسنين، يعني ماشي مشكل، الفلوس داخله الفلوس خارجه، يمشيو يسكروا بهم يتقرقبوا بهم يتحشوا بهم يغبروا بهم، يعني هاد الفلوس ماشي مشكل، فلوس المحسنين جاو فلوس غيمشيو فلوس، منين كيساليو لهم فلوس كيطلعوا بداو يبكيو ويتنابحوا ويتهرنطوا. يعني هادشي اللي وصلنا ليه الخوت راه ماشي معقول، ولازم انه هاد الناس يمشيو يتعاقبوا، لانه الحبس الدار غير بحال هاد الكمامه باش يتعاقبوا ويعرفوا راسهم راهم في دوله حق وقانون. فوصلت بينا الدرجه اننا ولينا كنشوفوا حريوده كتكلم في اللايف مع واحد الشخص اللي تيقول لا اجي تخدمي مع غالي، اجي عندنا الصحراء باش تخدمي مع غالي. شكون هو غالي؟ غالي ارهابي انفصالي عدو للمملكه المغربيه الشريفه. يعني هاد السيده هادي راه وصلت لواحد الحوايج اللي هما كبارين وكبارين بزاف، منين وصلت حتى لبولي هاو هاو لبوليزاريو، اذا راه الموضوع
خطير جدا، وهذا الشيء لا يحمد عقباه اخواني اخواتي. هذا الشيء راه ماشي معقول، وحنا ما راضيينش بهذا الشيء اللي وصلنا ليه في اليوتيوب المغربي. ولينا شفايه، ولينا ضحكه، ولينا شوها في اليوتيوب المغربي بسبب قريوده، وبسبب نزاريطه، وبسبب الحسي، وبسبب عويام، وبسبب فاتيحه، وبسبب الحمداويه، وبسبب اللعيمه البدويه، وبسبب المخسور، وبسبب بزاف ديال الناس اللي ولينا شوها في اليوتيوب المغربي، فضيحه في اليوتيوب المغربي. هي اللي ما لقى ما يدير يدير الشوها والفضيحه، وينوض بنادم يتقارع وتخسر الهضره من الحزام من تحت. فاليوم وصلنا للحل، هو انه هاد الجمعيات ناضوا تحركوا، لانه هادشي راه اصبح غير معقول ولا يتقبله العقل. والناس كتبكي اللي وليداتها كتشوف هاد الفضيحه، المعيور والسبان من الحزام لتحت، ولا حسيب ولا رقيب، الاسره عديمه المسؤوليه ودون المستوى، دون المستوى. كتشوف الجده اللي هي غتكون قدوه للبنت بنتها، اللي غتكون قدوه لبنت بنتها، قريوده هذه راه اللي سما قريوده، راه صراحه جابها لك هي هذيك قريوده. القرود ويحشموا في بلاصتك منين انتي راكي جده، وتكلمي بداك المستوى المنحط بالكلام الفاسق، الكلام الفاحش. حتى لهنا صافي كنهزوا يدينا، لانه ما بقاش هادشي كيتقبلوا العقل اخواني اخواتي. فلازم المحاسبه والمساءله والمعاقبه لهاد الاشخاص اللي وسخونا، ووسخوا السمعه ديال المغرب، ووسخوا السمعه ديال المراه والرجل المغربي، حتى ولينا يتضرب بينا المثل في الفسق وفي الدعاره وفي الفساد. هادشي راه لا يعقل. اليوتيوب المغربي اصبح للفساد وللدعارة. عاد سدوا الطروطوارات، عاد سدوا الطريطوارات، وتسدوا الكباريات، وداروا لنا كباريات في اليوتيوب، وداروا لنا الطروطوار في اليوتيوب. صافي ما بقاش اوتو ستوب في الزنقة ولا لوتو ستوب في اليوتيوب. عاد كتلبس الدوبياس وتطلع في اليوتيوب تبقى تغني وتشطح وتقول لك انا يا بحب هيك ما بحب هيك، عايزه هيك ما عايزه هيك. السيده بحال تقول ساكنه جن خليجي. ما بقيناش فهمنا حنا هادشي. ومنين يطلعوا في المنابر تيبكي وتيهرمطوا ويشكيو ويقول لك ما عمرنا نعاودوا، صافي ما باقيش نديروا هادشي وما باقيش نفعلوا هادشي، وكنعتذروا. ويطلعوا كيديروا كثار منا، كيطلعوا كيديروا كثار منا. كيف ما كيقول واحد المثال، هذه كتقلب على هذه، كتقلب على ختامية عام. راكم فاهمين اخواني اخواتي. الحمد لله قال لك الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. كنشوفوا الحيسه مع نزاريطه، خبيث مع خبيثه، ما كاين ما تعزل فيهم. كنا شحال هادي كنقولوا مسكين، يمكن موكله، يمكن دايره ليه، يمكن فعله ليه. لا 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 لا، سمحوا لي يا خوتي، سمحوا لي، كنا غالطين 100%. النهار اللي جينا في صف نزاريطه ما كان خاصنا نجيو حتى في صف شي واحد، لان كلهم فاسدين فاسقين، وهذاك الشيء فقط خطط من الخطط ديالهم باش يطلعوا من نسب المشاهده ويتلفوا الناس ويخليوا الناس دائما كيجيبوا لهم الجديد. وكيف ما سبق ليه وقال داك مدام نزاريطه نيت اللي ما كيشرفنيش انني نسبه للرجال، فهذا الشيء علاش كنسميه بهذا الاسم، لا يشرفني ان انسبه لصنف الرجال. فهذاك امراه مع امراه ماشي راجل، وبزاف عليه يتنسب لصنف الرجال. لا يشرفني انني نقول على هذاك راجل، هذاك غمره وهذاك غمره وي، فلهذا انا كنسميه مدام نزاريطه، لانه ماشي راجل. داير بحال عض في تفاحه، اسنانه سابقين فمو، سنانو سابقين فمو. قال لك ساري كول دايره بحال فيها السرطان. السرطان انا بغيتو يجي ليك ويجي لمرتك ويجي نصيبتك، ديك الشطابه ديال السطوحه، باش تحسوا بصحاب السرطان، وتحسوا بالالم اللي تعانيو به الناس مريض السرطان، وتحسوا بالمعاناه، وتحسوا بالتعب، وتحسوا بالحريق، وتحسوا بالتعب ديال الدواء ديالو لا شيميوثيرابي. يعني هاد الناس هادو اللي ما تتحسوش بهم وكتطنزوا وكتضحكوا عليهم، انا بغيتكم عاد تذوقوا عشويه من داك الشيء اللي كيحسوا به ومن داك المرض اللي تعانيو منه. مادام انكم ما عندكمش الاحساس، هادشي علاش كتاخذوا امراض الناس ومعاناه الناس بالاستهزار والاستهزاء.
فحسبي الله ونعم الوكيل. انا بغيتكم تذوقوا هاد مرض السرطان وتحسوا به. ما عمر وقيل ما ضاع منكم شي واحد من العائله بهذا المرض الخبيث اللي ما تمناهش لعدوك، وانما كنتمناوه لكم لانكم استهزئتوا من اصحاب مرضى السرطان اللي تعانيوا ليلا ونهارا، اللي ما تيشوفوش النعاس بالحريق، ما تيشوفوش النعاس. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هادشي اللي غنقول لكم اخواني اخواتي، الا بغيتوني نستمر معكم في هذا الموضوع هذا كتبوها لي في التعليق باش نوريو لهاد الكلاب القرنة، كلاب القرنة الشلابية وجوهم في المرايا، ونبقاو معاهم في هذا الموضوع حتى نصيفطوهم في العمالية للحبيب بيس باش يترباو ويعرفوا شنو هي انك تستهزئ بالناس، ويترباو ويتعلموا ما معنى انهم يقدموا الانحطاط في اليوتيوب المغربي. اخواني اخواتي، الى هنا ننهي حلقة اليوم. ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والبارتاج، لاننا كنتعرضوا لواحد الحملة شرسة من الهجوم. اخواني اخواتي، الله يجازيكم بخير. ما عرفناش هاد الدقة منين جايانا، واش من اتباع الله اعلم، يعني راحنا كنتكلموا على مواضيع كثيرة في القناة. الله يجازيكم بخير انكم تتفاعلوا مع القناة، وكل واحد يخلي 5 ديال التعليقات. الله يجازيكم بخير الا كنتو كتحبوا قناة فوق الشواية، لاننا تعرضنا لواحد الهجوم خطير والقناة طاحت لينا في المشاهدة بزاف بزاف. اخواني اخواتي، انتم وجهكم، خليتكم على خير. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.